من خان يونس معنا مراسلنا أحمد البطة. مرحبا بك أحمد. أحمد، ما هو الجديد من عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع؟ خالد، آخر التحديثات الميدانية كانت في مدينة رفح، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات النسف لمربعات سكنية وسط المدينة وغربها، وهذه الانفجارات الضخمة تسمع من مناطق بعيدة من هنا من مدينة خان يونس، وفي بعض المرات تسمع أيضا من مناطق وسط القطاع، وهي ناجمة عن هذه العمليات الضخمة، عمليات النسف والتدمير لمربعات سكنية بأكملها. عمليات النسف خالد تنفذ من قبل قوات الهندسة الإسرائيلية، والتي تدمر هذه المنازل وتفجرها عن آخرها وتصبح وتساويها بالأرض حقيقة، ويعني تدمر مربعات سكنية بأكملها. شهدنا ذلك في مدينة خان يونس وفي أحياء كثيرة في هذه المدينة. سبق هذه العمليات استهدافات كانت قد طاولت منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، انتشل من تحت أنقاضه شهيدة وعدد من الجرحى، فيما استشهد مواطن وعدد من الجرحى أيضا نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف مجموعة من المواطنين بمسيرة إسرائيلية. عدا عن ذلك نتحدث عن الغارة التي استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة صباح اليوم، نجم عن ذلك 8 من الشهداء. أكثر من 60 شهيدا وقعوا نتيجة الغارات المكثفة التي استهدفت مدينة غزة يوم أمس وخلال 24 ساعة الماضية، واستشهد أكثر من 100 من الفلسطينيين جراء الغارات المكثفة على مدينة غزة خلال اليومين الماضيين. هذه الغارات كانت قد استهدفت منازل واستهدفت مربعات سكنية بأكملها، عشرات المفقودين، وهم ينضموا أيضا لأكثر من 10,000 مفقود. هؤلاء هم شهداء في عداد الشهداء، لكن تحت الأنقاض لا يمكن للطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ انتشالهم، بالإضافة لأكثر من 37,598 شهيدا حتى هذه اللحظة هي محصلة الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات. أمام ذلك نتحدث عن قطاع صحي مدمر. المستشفى الكويت التخصصي قبل نصف ساعة من الآن أصدر بيانا أعلن فيه توقف أحد المولدات الرئيسية لديه بسبب نقص الوقود، وأيضا هذا الحال هو أيضا بسبب انعدام وجود عمليات صيانة مستمرة وانعدام وجود معدات يمكن للقوات الإسرائيلية إدخالها لقطاع غزة، وهي تمنع ذلك في ظل الحصار المطبق على القطاع، حصار يمنع إدخال المساعدات وإدخال البضائع بشكل موسع. طيب أحمد، في ظل المجاعة المحدقة شمال القطاع وجنوب القطاع أيضا أمام قطاع صحي مدمر تماما. سنحاول لاحقا مع مراسلنا في الشمال قطاع أن نعرف ما الذي يحدث في الشمال، لكن كيف يحاول الناس أن يجدوا ما يأكلونه في نهاية الأمر مع تراجع المساعدات بهذا الشكل في الجنوب أيضا؟ خالد، على الأقل في الجنوب أيضا ما يؤثر على ما يوجد في الأسواق هو ضغط وكثافة الناس. نحن نتحدث عن قرابة 2,000,000 نازح هم متوزعين ومحشورين في المنطقة الوسطى وأيضا مدينة خان يونس في المواصي الغربية لمدينة خان يونس، حيث لا مقومات أساسية ولا إمدادات مياه، وكل ما يوجد من بعض موارد سواء من خطوط مياه وآبار أو حتى بضائع في الأسواق تواجه ضغط شديد من الناس، لا يكفي لهذا العدد الكبير، وما يباع أيضا يباع بأسعار مرتفعة، لذلك معظم الناس أصلا يعتمدون على التكيات الخيرية، وهذه التكيات أيضا التي توزع الطعام مجانا توزع بعض الأطعمة الغير أساسية، ومنها كثير من التكيات التي تتوقف في كثير من الأيام في ظل انعدام وجود غاز الطهي بشكل وفير، وأيضا المعدات المختلفة للطبخ. لذلك نحن نتحدث عن أزمة بكل تفاصيلها معقدة، ما يوجد اليوم لا يوجد غدا، ولا يوجد استقرار في وجود حتى بعض البضائع الغير أساسية وأصبحت أساسية مع تبعات هذه الحرب وهذا العدوان المتواصل لأكثر من 9 أشهر مستمرة. أشكرك أحمد البطة مراسل العربي، كنت معنا من خان